إضاءات فقهية سماحة العلامة السيد هاشم السلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. اشتريت أرض من شخص، بعدين سمعت أن جار غير راضي أن يبيعها على غيره، فقالوا لي على أن البيع باطل لأن له حق الشفعة، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب طبعا لا، لأنه الشفعة إنما تكون في المشترك بالملك. يعني إذا كنت أنت تشترك مع شخص في أرض، في زراعة أو في سيارة أو في عمارة، تشترك معه، هنا لك حق الشفعة بشروط، ولا تثبت عندنا الشفعة بالجوار. نعم أكو بعض مذاهب إسلامية أنه تثبت الشفعة بالجوار، أما إحنا لا، الجوار ما يثبت حق الشفعة، سواء جارك في الأرض، جارك في زراعة، جارك في عمارة، ما إلى حق الشفعة. وعلى هذا الأساس من حقك أنك تبيعها على من تريد، وليس لجارك حق. نعم ينبغي ذلك، يستحب ذلك، هذا أمر آخر، أما أنه يجب عليك لا. بخلاف لو ثبتت الشفعة، لا، إذا كان لشريكك الشفعة وتبيعها على غير وهو يستطيع، يكون البيع باطل. الشفعة من شروطها أن يكون اشتراك في الملك مثل ما قلنا. الأمر الثاني أن لا يكون الشركاء أكثر من 2. أما لو كانوا 3 أو 4، أفرض 3 أو 4 مشتركين في بيت بالوراثة، هنا بعد ما تثبت الشفعة لأحد، لأن يشترط أن لا يزيد الشركاء على 2. أما إذا كانوا 3 أو 4 مشتركين في زراعة أو في استراحة، ما تثبت حق الشفعة. 2، أن يكون الشريك عنده قدرة أن يدفع ثمن الذي بذل للمشتري للبائع، حتى لو أزر من السوق. أفرض واحد جيب يشتري حق من الأرض، قال أنا بشتري ب500، معنا في السوق 400، أنت يا الشريك عندك تدفع له 500؟ ادفع له. ما عندك تقول لا والله أنا أدفع له قيمة السوق، لا، ما من حقك. وإنما إذا كنت تستطيع أن تدفع نفس اللي يدفع للمشتري، لك شفعة. ما عندك، ما عندك ماذا؟ شفعة. واضح ولا لا؟ فإذا الشفعة لها شروط، إذا ثبتت شروط الشفعة، تصرف البائع من دون بيع على الشريك يكون باطل، يكون باطل. أما إذا ما ثبتت شروط الشفعة فلا. فالشاهد إذن نحن عندنا أنه لا تثبت الشفعة بالجوار. بالجوار لا تثبت.